تنشيئة. سوري، يعني إيه تنشيئة؟ ما تستهبلش يا قلبك، أنا نافوخي هينفجر. أبوس يور هاند وهاند اللي خلفوك كمان. شوف حبيبي، أنا معايا صنف جديد، كوكايين، لسه جاي في المينا امبارح. صنف جديد يعدل المزاج يعني؟ يعدل برج بيزا المايل نفسه. طب هات تنشيئة. طب هات ريال. ريال؟ شم واحدة بريال ليه؟ شم النسيم. خلاص بلاش منه، في نسوق عادي بنص فرنك. عيب عليك يا اخي، ده انا جوز اخت. معاك ريال؟ معايا. هات التنشيئة. جيف مي. يعني ايه؟ يعني ناولني يا معلم. عيد الريال وجيف مي انا بقى التنشيئة. بالهنا والشفا. يا عدي ست ابو اسماعيل هنا. انت مين؟ انا حسين الصنايعي اللي بشتغل في محل المعلم ياسين. وعايز منها ايه؟ ايوه يا حسين، شوفي يدخل. يام اتفضل يا حسين. اتفضل يا ساتر. اهلا وسهلا. سلامات يا ام اسماعيل. تسلم. اتفضل. الله يخليك. يظهر الحاجه ما تعرفنيش كويس، انا الست ام اسماعيل في حكم اختي. طبعا، هو احنا عشرة يوم؟ ده احنا عشرة 9 سنين. خير يا حسين؟ بصراحة انا كنت جاي اتكلم في موضوع، يعني المفروض ان انا ما اجيش اتكلم فيه يعني، بس الوضع اللي بقينا عليه ما يجيبش السكوت عليه. وضع ايه؟ اتكلم يا حسين، دي امي مش غريبة ولازم تعرف كل حاجة. المعلم ياسين متضايق لطب الارض. متضايق؟ بقى محل الذهب اللي له شنه ورنه في السويس ومتدينين؟ والعمال بقى لهم شهرين ما قبضوش، وبطلنا نشتري بضاعه جديده، والزبون ابتدى يهرب من المحل. يعني بصراحه كده الحال مصرش. هو ايه السبب؟ انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه. لا قول. انا اللي اقدر اقوله ان روحي بنسانو القنال اللي هو موجود على الكورنيش. مش معنى يعني بنسانو القنال؟ انا سمعت ان هو بيقعد هناك على طول. ليه؟ الله اعلم، وربنا بقى يهدي الاحوال. بنتي خليكي انت تعبانه. يما انا عايزه اعرف كل حاجه بنفسي. يا بنتي حرام عليكي، اسماعيل نايم على روحه في حضني. بفيه انت بس كويس، وانا هدخل اسال على جوزي واطلع اطمنك ان شاء الله. مساء الخير. بسؤال مدام. المعلم ياسين على ايه هنا؟ معلم ياسين مين؟ المعلم ياسين الجواهرجي. انا عايزك على طول مفرفشة يا ست الكل. ست الكل؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا يا ام زكية؟ اللي جابني رجليا بقى يا راجل، سايب مراتك وابنك وقاعد هنا مرافق الهانم. اخرسي قطع لسانك. اخرس يا راجل يا عديم النظر. سايب مراتك ام ابنك ومشيلي مع الخواجايه، مش دي اللي جزرتنا في اسبوع اسماعيل؟ انا فاكره وشها كويس، وشها وش الحدايه اللي بتخطف كتاكيت، بس ما خطفتش كتكوت، خطفت خروف. خروف في عينك قلت الحياه. انا حدايه ياسين؟ انا هتهزق من ستي زي دي في اوتيل بتاعي انا؟ انا هاخد لك حقك يا روحي.
جاك كسر حقك يا بعيني. بقول لك ايه، مراتك وابنك معايا بره، تخرج معايا على بيتك بالذوق، واما افضحك انت وخطفت الرجاله دي. انا خطفت رجاله؟ قول لها ياسين، قول لها انا ابقى مين؟ يعني هتبقى مين يا روح ماما؟ انا مراته. هيز وايف. مراته؟ ايوه مراتي. هيز وايف. امشي اطلعي بره بره، يا اما اطلب لك واحد بوليس حالا. وكمان بنطرد؟ طيب يا ياسين انا هطربقها على دماغك. امشي اطلعي بره بره. صحيح الرجاله مالهمش امان. طيب يا ياسين حسرة عليك يا بنتي، حسرة عليك يا بنتي. ياسين من النهارده السويس كله يعرف ان مارجريت مرات المعلم ياسين الجواهرجي. ما خلاص اللي يعرف يعرف. بس اعرف مين فتن عليا. هيا قولي لي بقى، لما دخلتي سالتي على المعلم ياسين قالوا لك ايه؟ قالوا لي ايه؟ انا قابلت جوزك جوه يا زكي. قابلتيه جوه؟ كان بيعمل ايه جوه؟ زكي جوزك متجوز عليكي واحدة تانية يا زكي. هتجوز مين؟ صاحبة البراسيون الخواجاية اللي جت زارتنا في اسبوع سماعين. الخواجاية مارجريت؟ ما انت فاكرة اسمها اهو من يوميها. انا طول الوقت قلبي كان بيقولي انه في حاجة بينه وبين الست دي. لا يابا لا، انا لازم اتطلق منه. يا بنتي يا بنتي نروح الاول وبعدين يحلها ربنا. كده برضو يا معلم ياسين، بقى انا اللي استحملت معاك الغلب ده كله علشان خاطرك وخاطر ابنك. كده برضو تخني وتتجوز عليا؟ يا بنتي يا بنتي بلاش فضايح في الشارع، لينا بيت نتكلم فيه. اطلع يا اسطى. الطفل الصغير ده يعيش محروم من حنان الأب وعاطفه. الله يسامحك يا ياسين، الله يسامحك. مسائل بنفسك يا ام اسماعيل. انت هتفضل تدخل عليا طول عمرك كده وانت سكران؟ لا انا مش سكران، ده انا مبسوط. انت بني ادم اناني. ايوه ما عندكش لا قلب ولا ضمير. انا يا ام اسماعيل، انا ما عنديش لا قلب ولا ضمير؟ طب ليه الغلط ده؟ انا عملت ايه بقى يا راجل؟ تروح تتجوز علي الخواجه السنين دي كلها وتخبي عليا؟ الحق عليا اني مرضتش اجرح احساسك. بتتجوز علي ليه من اصله؟ ليه يا ياسين؟ وما اتجوزش ليه؟ هو الجواز حرام ولا حرام؟ لا يا اخويا ما هوش حرام، بس تتجوز عليا لما يكون ناقصني حاجه، لما اكون مش شايفه واجبي معاك، ولا حتى
مش شايفة واجبي مع ابني؟ تتجوز عليا ليه يا ياسين؟ تتجوز عليا ليه يا ابو اسماعيل؟ ليه؟ او ليه وطي صوتك؟ الجيران يسمعوكي وتفضحينا. يا اخويا مجران والجيران، الجيران كلهم عارفين عمايلك كلها، وصلتك خلاص بقيت على كل لسان. طلعني يا ياسين. عايزه تطلعي؟ عندك المحكم. منك لله، منك لله، ربنا ينتقم منك. خايف ادخل عشان حسن يطردني. خش يا محمد جوه يا محمد. يلا. ايه يا اسماعيل؟ انت بقالك اسبوع ما بتجيش، انت عيان ولا ايه؟ انت مش طردتني من الدرس وقلت لي هات حد من اهلك؟ ايوه. طب ابوك ما جاش ليه؟ ابويا مش فاضي. طب امك؟ ستك؟ امي تعبانه وما بتخرجش، وستي بتقول بلا علام بلا زفت. طب يا اسماعيل تعالى معايا. خطك حلو قوي يا اسماعيل. الله، انت حافظ القران كويس كمان. الله، لكن الواجب ما عملتوش ليه؟ مش عارف اعمل الواجب، ابوه وامي بيتخانقوا على طول، مش عارف اذاكر، مش عارف افهم. انا هديلك حصه خصوصي يا اسماعيل، بس انت قول لي لابوك انا بدي الحصه الخصوصي بريال. ريال؟ هو ابويا يرضى يدفع الريال؟ خد خد يا اسماعيل الريال اللي ابوك ما رضيش يدفعه لك. وانا يا حبيبي انا هبقى ذاكر لك. نفسي يا اسماعيل، نفسي اشوفك حاجه كبيره قوي في الدنيا دي. الحمد لله اني لقيت جنابك يا فتاح علي. ما رزقك يا كريم، في ايه؟ ايه اللي جابك؟ هتقولي لي طلاق؟ انا ما بطلقش، عندكم المحاكم روحوا لها. يا اخي يا اخي حرام عليك، مراتك لها اسبوع في المستشفى وما احناش قادرين ندفع لها بقيه حق الدواء. وانا سداد، ايه المطلوب؟ ما هي العشره ما تهونش اللي على اولاد الحرام. المطلوب انك تروح المستشفى تقف جنبها لحد ما تعدي الازمه اللي هي فيها دي. يا حب تاني، بقالها اسبوع الدكاتره عمالين يشكشكوا في ايديها لما بقت زي المدخل. انا جاي معاك يا حسين. نعم يا معلم. خلي بالك من الدكان، ساعه زمن وراجع على طول، وادعي لام اسماعيل بالشفاء. ربنا الشافي يشفيها ويشفي كل مريض. تسمح لي يا معلم اجي معاك؟ تعالى واقفل الدكان. واحد حلبة والحساب نقلة. هو مين اللي بيغلب؟ الأستاذ محمد عدواب. قوم يا إسماعيل، أبوك عاوزك، أمك تعبانة شوية. أمي؟ أيوة. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن.
عامل لك قلب التهاب. يلا حبيبي يلا. ايدك بقى على الفلوس. اديك خدت عفش البيت كله بالسعر اللي على مزاجك. اتفضل يا معلم ياسين، 15 جنيه حته واحده. ما احنا قلنا 25. يا معلم ياسين، العفش قديم وهالك، وبعدين مش هقصر مع المعلم ياسين، ال 10 جنيه. وانا عشان ما ازعلكش هنقسم البلد نصين. هات 5 جنيه. يلا يا رجاله، يلا. ايدك على 5 جنيه. عشان خاطر عيونك يا معلم، مش هزعلك. تسلم يا معلم. هات الصورة. مبروك مارجريت، بيت فيري فيري بيوتيفول. ربنا يخلي المعلم ياسين. شفت؟ شفتي بيحبيني ازاي؟ لاف ستوري مارجريت، لاف ستوري. نار فاير فاير. على مهلك على مهلك شوية، ده انا جاي من عفش بشوكو لسه دافع فيه دم قلبي. يلا يا اسماعيل عشان افرجك على الشقه الجديده. يلا يا اسماعيل. ايه ده بقى؟ المعلم ياسين بقى in your hand. مش باقي غير المحل وشويه الذهب اللي جوه المحل. ما تنسيش اخوكي your brother Albert. ها Albert، انا ما اتجوزتش المعلم ياسين عشان المحل ولا عشان الذهب اللي عنده. امال اتجوزتي ليه؟ اوكي، علشان نقوي علاقات بين مصر وانجلند. Albert انت لسه صغير وانا هفهمك بعدين بعدين. متشكرين يا رجالة، متشكرين. اعدلها كويس. متشكرين. يلا يا اسماعيل ادخل على اوضتك يا ابني. هي فين اوضتي؟ اول اوضه على الشمال. ايه اسماعيل؟ مش تيجي تبوس ماما مارجريت؟ انا ماليش ام غير امي الله يرحمها. شايف ياسين؟ شايف ولد بيعاملني ازاي؟ فيري اجريسيف. معلش يا مارجريت، الولد امه متوفيه وحزين، بكره نفسيته تتصلح وتبقي انت وهو سمنه على العسل. ايه رايك بقى في الشقه يا عسل؟ او فيري بيوتيفول فيري بيوتيفول يا معلم. انا بقول يا عسل، هو انت عسل؟ البرت خش الاوضه بتاع انت. اوكي مارجريت، انا فعلا محتاج اريح شويه. هو البرت هيعيش معانا هنا في الشقه؟ البرت اخويا صغير وانا ما اقدرش ابعد عنه. صغير؟ صغير زي ما ابنك صغير ومعيشه معانا. اسماعيل ها؟ عموما البرت في معزه اسماعيل بالظبط. بودي ما يلا بقى نريح في اوضتنا. اي لاف يو. اي لاف يو تو معلم. يا ماما بيضا. نفسي يا اسماعيل، نفسي اشوفك حاجه كبيره قوي في الدنيا دي. هو
حافظ بيت الشعر اللي انا قلته الحصه اللي فاتت. انتوا خلاص كبرتوا وبقيتوا رجاله. انا زاد. قوم يا اسماعيل سمعنا البيت. ان الفتى من يقولها انا زاد وليس الفتى من يقول كان ابي. احسنت يا اسماعيل احسنت، برافو. اقعد، انا عايزكم كلكم بقى تبقوا زي اسماعيل، ماشي؟ ادخل. افضل لحضرة الناصر، قالوا لي ان حضرتك عايزني. فين يا ابن المصاريف؟ ولا احنا هنعلمك ببلاش؟ هو ابوك فاكر ان انت لسه في الكتاب؟ معلش نسيت، هقول لوالدي. بكره بكره تجيب المصاريف، ما تنساش. مش هنسى. الامتحانات بعد اسبوع، ولو ما جبتش المصاريف مش هتدخل الامتحانات. مع السلامة. أنا عايزك تجيب لي هدية ياسين بمناسبة عيد جوازنا. عيد جوازنا؟ ليه؟ هو النهاردة إيه؟ النهاردة 7 ديسمبر 1922. سبعة ديسمبر 1922، 10 سنين عدوا زي البرق. حاضر حاضر يا ست، انا عندي خاتم دهب فرعوني عامله بايدي تحفة، بكرة يكون عندك. نو يا سيد، انا عايز واحد اوتوموبيل جديد موديل سنادي. تاني يا مارجريت، الحال دلوقتي ما عادش زي زمان. بيع اوتوموبيل قديم وهات اوتوموبيل جديد، فرقها هيكون قد ايه يعني؟ 50-60 جنيه؟ مش كتير على مارجريت. مش كتير عليا انا، ومع ذلك يا ستي عشان عيونك ماشي، ربنا يدبرها. وكمان انا عايز فلوس عشان انا عايز اسافر انجلند، عايز ازور مامي وبابي، اصلا هم وحشوني كتير. فلوس عشان تسافر لبابا وماما؟ كام يعني؟ عشان اوفر عليك ياسين انا اسافر بالباخره، يعني احتاج مصاريف 2 اسبوع حوالي 100 جنيه. يا خبر ازرق، 100 جنيه ده كتير قوي قوي يا مارجريت. ده انا كل اللي احتكم عليه 50 جنيه لاخر الشهر، هصرف على الاكل ولا شرب ولا ايجار البيت ولا ايجار المحل ولا فرق العربيه اللي انت طالباه. معقول يا سين؟ معقول؟ معلم كبير زيك عنده محل فضه وذهب معهوش الا 50 جنيه بس؟ البضاعه مش بتاعتي انا، واخدها بالدين، كاتب على نفسي شيكات وكمبيالات يعني بالاجل. خلاص البلد دلوقتي بقيت مليانة محل صاغة وتجار دهب، والإيراد ما عادش زي زمان. فاكر ياسين؟ فاكر الجنيه الفضة الاسترليني اللي انت عملته؟ ماله؟ بعدين ياسين اقولك. خلاص ارهن شوية من البضاعة بتاعتك للبنك واديني مصاريف رحلة. طيب مش ممكن انت تاخدي مصاريفك من إيراد الأوتيل بتاعك واعتبريه دين وحسدتهولك؟ اوتيل قانال كان بتاعي، دلوقتي مش بتاعي، بتاع اخويا البرت، والبرت كبر ومصاريفه كترت، ويا دوبك يا دوبك ايراد الاوتيل يكفي يا سين. والله ما بقتش عارف اعمل ايه، ده الواد اسماعيل طالب مني مصاريف المدرسه بقاله اسبوع، وقلت له هدفعها لك بكره ال 50 جنيه اليتيمه اللي معايا. ما الكتاب العربي راح فين؟ شوف يا ياسين، مادام مصاريف حياة بقت كتير، ايه لزوم مدرسة ومصاريفها؟ اسماعيل لازم يسيب مدرسة ويشتغل. اسماعيل يشتغل ويسيب المدرسة؟ وفيها ايه يعني؟ انت دخلت مدرسة؟ لا. ومع ذلك بقيت تاجر كبير. اسمع كلامي، وفر مصاريف مدرسه
إسماعيل لازم يسيب مدرسة. إسماعيل أنت بتعمل إيه إسماعيل؟ أنا كنت بروح على كتاب العرض. كذاب، أنت شغال مراقب على يور فادر ومارجريت؟ أنت جاسوس إسماعيل؟ في إيه يا ألبرت؟ في إيه يا ابني؟ مالك بتعيط ليه؟ ابنك جاسوس. جاسوس؟ يس، أنا مسكته بيتجسس على باب أوضة نوم. على باب أوضة نومي أنا؟ لا أبدا يا أبويا، أصل أنا كتاب العربي كان ضايع مني فلقيته برا. كذاب، أنت واحد كذاب. أنت ولد قليل أدب. شايف ياسين؟ شايف ياسين بيتجسس على باب أوضة نومي أنا وأنت إزاي؟ إزاي تعمل كده بس يا إسماعيل دي يا ابني؟ يا أبويا أنا كنت بدور على كتاب العربي. كتاب عربي؟ مفيش كتاب عربي. لا لا مفيش كتاب عربي. ولد ده مش ممكن يعيش معايا في البيت ده ابدا. هدي اعصابك انت بس وادخلي الاوضه وريحي شويه. ولد قليل ادب قليل تربيه. ادخل اوضتك ونام. هدي اعصابك يا حبيبتي. جاسوس يور فيري باد. يا رب خليك جنبي والنبي يا رب. مفيش دخول هنا تاني الا لما تدفع المصاريف. روح قول لابوك كده. غوايش راسي التعبان يكون زقع لسه جديد؟ متاسف والله يا ستان، لكن طلب حضرتك هيجينا بعد اسبوع. انا كل ما اجي لك تقولي الطلب هيجي بعد اسبوع. الاسبوع ده ما بيخلصش. انت روحت عليكوا ولا ايه؟ اهلا بالست هانم. فرج الست اللي موجود عندنا يا حسين. اتفرجت عليه 20 مره كله قديم وراحت عليه. الله يرحم ده المحل، كان احسن محل في السويس عن اذنكم. ده هي تاخدك جايه تشتري دي ولا تتريق علينا؟ هي الناس جرالها ايه؟ الناس زي ما هي، احنا اللي اتغيرنا. اتغيرنا في ايه بقى فيلسوف زمانك؟ اسمع يا معلم ياسين، المحل ده اشتهر وخد سمعه، عارف ليه؟ علشان صنعت ايدك اللي تلف في حرير. انت كل يوم كنت بتشتغل في 20 غويشة و20 خاتم، ده غير السلاسل والفضة. لكن سبحان الله بعد ما اتجوزت الجوازة التانية وشغلك بيقل يوم عن يوم لحد ما بطلت الصنعة خالص. يا معلم ياسين فوق فوق. تقصد من يوم ما اتجوزت مارجريت؟ شوف يا حسين، انا ما عادش عندي خلق ولا عندي صبر للرسم والنقش والدق. خلاص ما عادش عندي مزاج. انت مزاجك لا مؤاخذه يعني بقى في الحشيش والبودره. لا مؤاخذه يعني يا معلم. انت كل شويه هتذنب فيا وتقول لي لا مؤاخذه. ولا مؤاخذه برضو، لو دخل زبون المحل دلوقتي وشم ريحه المخدرات هتبقى مش حلوه. يا معلم ياسين المحل بدا في النازل. في دي عندك حق. صباح الخير يا معلم ياسين. اهلا اهلا بالاستاذ خليل، الراجل اللي بينافسني ويسرق مني الزباين. العفو يا معلم ياسين. ده كلام برضه، ده انت استاذنا وكبرنا. بس يعني هي الدنيا كده، الصغير بيكبر والكبير الكبير بيفضل كبير. عايز ايه خليل؟ انا جاي اعرض عليك اشتري المحل. انا شايف رجلي خفت والمصاريف عندك كتير، قلت قايس واجي اشتري المحل. تبيع؟ ده انا لو مش لاقي اكل مش حبالك يا خليل. اتفضل من غير ما ترد. انت بتطردني من دكانك يا معلم ياسين؟ يا سيدي ما بيطردكش، بيقول لك اتفضل من غير ما ترد. عموما لو نويت انا جاهز. شفت يا حسين؟
خليل الصبي بتاعي اللي كان بيرص لي الحجر ويولع لي الفحم بقى تاجر وسايغ وعايز يشتري المحل بتاعي. انا المعلم ياسين كبير كبار التجار في السويس. عجبت لك يا زمن. اضرب لي ترنك على مصر واطلب لي الخواجه كرياكو. ايه ده؟ الخواجه كرياكو؟ يبقى هنشتري بضاعه جديده. تعجبني يا معلم. انت مش متجوز يا راجل؟ انت وعندك عيال؟ انا عندي استعداد اطلعه بربنا. طب والعيال؟ اتولاه بربنا. يعني قد كده بتحبني؟ طبعا انا بحبك موت موت موت. وهتدفع لي مهر وفرش وهدمه وهتشتري لي عربيه وفساتين سهرات ونتعشى يوماتي في المحلات والبارات. انا بحبك موت موت. وتشتري لي ذهب وفضه اشي غوايش وحلقان وخلخال. انا بحبك موت موت موت. انت جبت الفلوس دي كلها منين يا راجل؟ انا بكسب. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في سكتك يا حرامي. انا اغوي انا اغوي الفلوس. هات الفلوس اللي انت سرقتها. الفلوس معاها فلوس يا خرابي. انت طلعت حرامي يا جدع انت. يعني كنت بتخدعني؟ طب استنى عليا. خد خد. الحق فين؟ الحق فين؟ علشان انت عشان تفوق لازم تاخد علقة موت موت. استنى عليا. خد 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 خد. ايوه يا حبيبي يا خواجه كرياكو، الحساب القديم كله هدفعه، بس ابعتلي الطلبيه اللي انا قلتلك عليها اخر مره. الكمبيالات اللي انت عايزها هكتبها لك. ميرسي يا خواجه كرياكو، ميرسي. كده بقى انا مبسوط منك، يعني هنرجع للشغل القديم تاني اللي ما يقدرش عليه غير المعلم ياسين. انا حوري خليل وامثاله، هقعدهم في بيوتهم. معلش يا معلم، بكره تتعدل. الصبيان هيك. صباح الخير يا ابويا. صباح الخير يا اسماعيل يا حبيبي. ايه انت جاي منين؟ جاي من المدرسه. وانت لسه في المدرسه؟ النوزه طردني من المدرسه وقال لي مش هدخلك الا لما تدفع المصاريف. ما هو بص يا اسماعيل يا حبيبي، انت في سنه كام دلوقتي؟ سنه رابعه يا ابويا. طب ما هو كفايه لغايه كده. انت عايزني ابطل اروح المدرسه؟ يا ابني انا كبرت ومحتاج اللي يقف معايا. ايه رايك تقف معايا في المحل؟ هعلمك صنعة الدهب، هخليك أحسن صنايعي دهب في السويس ومصر كلها. إيه يا معلم ياسين؟ ما تسيبه يكمل علامة. أنت مالك أنت؟ إيه اللي حشرك بيني وبين ابني؟ هتعرف مصلحته أكتر مني؟ أم الله يرحمها وصيتنا خلي بالي من تعليمي، وقالت لي عايزاك لما تكبر تبقى حاجة كبيرة أوي. ما أنت هتبقى حاجة كبيرة أوي في شغلانة الساغة والدهب، هتبقى كبير كبار التجار زي ابوك كده اسماعيل. خلاص أقنعت إسماعيل يسيب المدرسة ويشتغل معايا في محل الذهب. إيش معنى يشتغل معاك في محل ذهب؟ ما هيشتغل عند الغرب. ياسين لو اشتغل معاك ما يبقاس اسمه شغل، يبقى اسمه دلع. لكن لو اشتغل برا هيتعلم إزاي يخاف على مكسبه وعلى القرش بتاعه. عموما ياسين ألف مبروك على ذهب جديد.
انا حربي العيال بتوع السوق دول. يا اسماعيل اسماعيل. ايوه يا ابوي. رتب نفسك بكره تيجي معايا المحل، هعلمك الصنعه. حاضر ياسين. اسماعيل ما ينفعش يشتغل في محل. ما ينفعش ليه؟ انا انفع ونص. اسكت ولد، لما كبري يتكلم انت تسكت خالص. ايه هدي نفسك شويه يا مارجريت. ليه مش عايزاه يشتغل معايا في المحل؟ ياسين انا مراتك، والمحل زي ما انت ليك فيه انا كمان ليا فيه. والولد ابنك يكرهني، بكره لما يكبر يستولى على المحل كله وانا بره. انا كلمته انت بصراحه. اسماعيل ابني ومتربي. ياسين لو عايز حياه تستمر بيني وبينك تكتب محل باسمي. خلاص هكتبه باسمك. وانا يابا الست دي حرمت لي من كل حاجه وخدت مني كل حاجه. حرمتك من ايه ولد؟ انا حرمتك من ايه؟ انت اللي خدت مني ابويا وحرمتيني من امي. انت السبب في موت امي. اخلص ولد. ولد ده مش ممكن يقعد معايا في بيت واحد ابدا. اسماعيل صغير وما يقصدش يا مارجريت. ولد ده لا يمكن يقعد معايا في البيت ده. اوعى. ايه اللي قلته ده بس يا اسماعيل؟ قلت الحقيقة يابا. الست دي هي اللي خدتك مني، وهي اللي حرمتني من امي، وهي اللي موتتها. ودي تتحل ازاي دي؟ نافوخي قرب يفرقع. وبعدين في اختك دي البرت زنقاني في خانة اليك، مش عايز اسماعيل يشتغل معايا لا في المحل ولا يعيش معايا في البيت. اعمل ايه؟ اقمل اللي هي ابوزار، هي تهبك كتير. ما تضيقش مارجريت من ايدك يا سين. معاك تنشئة بلدي ولا مستورد؟ مستورد. ايدك على الريال؟ انت ما فيش مرة تديني تنشئة كده جدعانة. هو بقى غالي كتير، وكل ما ده يغلى أكتر. أنا مش غالي عليك يا سين، هو نفس السعر. اتفضل يا سيدي. آدي الريال. وآدي التنشئة.